رحل صالح إلى السعودية في رحلة استشفاء. هذه هي الحقيقة الوحيدة الثابتة في اليمن الآن، وكل ما سبقها وما يليها محض تكهنات تتفاوت بالطبع ضعفا وقوة، لكن أي منها لا يرقى بالتأكيد إلى مستوى الحقيقة. فابتداء من الجهة التي استهدفت الرئيس والظروف التي أصيب فيها، مرورا بحجم الإصابات ونوع العلاج الذي يخضع له بالضبط، ثم ما إذا كان الرجل سيعود إلى البلاد أم أنه غادرها إلى الأبد، كل هذه الأمور تظل حتى الآن مثار أقاويل تلتقي وتفترق على ألسنة الرواة، بيد أن الغموض الحالي في اليمن لا يقف عند حدود أخبار الرئيس، وإنما يتعداه إلى ما هو أهم، واقع البلاد ومصيرها القريب والبعيد. فليس من الواضح حتى الآن من الذي يحكم اليمن في هذه الأثناء، وإلى أين تتجه أوضاعه في هذا الظرف بالغ الدقة والتعقيد. فبينما يتحدث البعض عن فترة انتقالية يقودها نائب الرئيس، يتحدث آخرون عن اعتبارات عديدة تقدح في أهلية الرجل لشغل موقع الرئيس. فهو حتى بالنسبة لمن يسلمون بشرعية الدستور الحالي، ليس كما يقول البعض نائب رئيس شرعيا، لأن قرارا رسميا بتعيينه لم يصدر أبدا وفق ما يقولون، على الأقل منذ بداية فترة صالح الرئاسية الأخيرة. يزيد هذا الغموض عدم صدور قرار رئاسي صريح باستخلاف الرجل الذي التقى السفيرة الأمريكية في صنعاء، فيما يبدو إشارة إلى سلطة لا يعرف أيضا ما إذا كان يتولاها امتدادا لشرعية صالح أم وفقا للمبادرة الخليجية التي تعتبر هي الأخرى في فك المجهول. مجهول يلف أيضا موقف تكتل اللقاء المشترك الذي تردد كثيرا في تحديد موقعه في واقع ما بعد رحلة صالح إلى السعودية، تردد يعكس البون الشاسع بين إيقاعه وإيقاع شباب الثورة الذين اعتبروا الأمر محسوما ودعوا إلى شرعية ثورية تطوي صفحة صالح ونظامه ورموزه إلى الأبد وتؤسس لمرحلة جديدة في حياة اليمنيين. تدعو اللجنة التنظيمية كافة القوى الوطنية والأطياف السياسية للبدء بتشكيل مجلس رئاسي مؤقت يمثل كافة القوى الوطنية، يتولى تكليف حكومة كفاءات لإدارة المرحلة الانتقالية وتشكيل مجلس وطني انتقالي يمثل الشباب وكافة القوى الوطنية، والعمل على صياغة دستور جديد يلبي تطلعات الشعب اليمني للحرية والكرامة والعيش الكريم. رغم هذه الوثوقية العالية التي يواجه بها الشباب واقع بلادهم المتحرك، فإن التساؤلات تظل قائمة حول أمور من قبيل مصير أحمد عبد الله صالح وأبناء عمومته الذين يقودون أكثر الأجهزة ولوغا في دماء الثوار. هل سيكتفون بما قاموا به حتى الآن مستسلمين لسير الأحداث، أم أنهم لا يزالون يطمحون في لعب أدوار عسكرية أو ربما سياسية في مقبل الأيام؟ وما هو ثمن التصدي لطموحاتهم المحتملة هذه إذا ما تقرر قطع الطريق أمامها؟ وأين موقع العسكريين الذين انحازوا إلى الثورة، وما هو موقفهم الآن؟ وغير ذلك كثير مما يسأل عنه. فلا شيء يعدل الأسئلة وفرة في اليمن هذه الأيام، ولا شيء يعدل الإجابات ندرة في واقع يضن وبشدة بالكشف عن أي من تفاصيله.